رسالة لكل إنسان. لكل إنسان بغي ينجح في حياته، يكافح ويناضل وما يأدي حتى شي حد. راه النجاح فرصة، والفرصة مرة واحدة في العمر، يستغلها الإنسان ويعيش حياته وما يأديش الناس، ويديها غير في راسه ويتفيكس في حياته باش يكون ناجح. وإلا كنتي ماشي محبوب، ماشي حيت نتا خايب ولا ما مزيانش، راه ماشي كاع الناس غادين يبغيوك. راه ممكن يكرهك بنادم على طيبوبتك، ولا يكرهك على جمالك، ولا على أخلاقك، ولا على نجاحاتك. كاع الناس تيغلطوا، ولكن الكره راه إحساس خيب. علاش نضيعوا حياتنا في كره بعضياتنا؟ والحياة ما هي إلا رحلة قصيرة، وخاص طوال حتى تعيا. حنا راكبين في قطار الحياة، كله والمحطة ديالو. كاين اللي غيركب ربع ساعة، كاين اللي غيركب نص ساعة، كاين اللي غيركب ساعة وغينزل. وحتى لا ركبتي حتى ساعتين ولا ثلاثة السوايع، ضروري من واحد النهار غادي تنزل، وغادي تفارق ناس كانوا عزاز عليك. وديك الساعات الانسان غادي يندم على بزاف ديال الحوايج ضيع في حياته، في الوقت اللي كان ممكن يعيشها بسلام ويكافح وينجح ويقرب الناس ليه. رساله لكل انسان بغى ينجح في حياته، يستمر ويكافح، وحتى لا طاح ماشي عيب. المهم هو انه ينجح، ينوض من الطيحه ديالو، ويكافح ويوقف على رجليه. الحياة فرصة، فرصة وحدة كتعطاك تعيشها، عيشها بسلام وكافح وناضل حتى لا طحتي نوض. راه ماشي عيب انك تطيح، العيب هو انك ما تنوضش من الطيحة ديالك وتديها في الناس وتفاهات الناس. خلي اللي بغي يكرهك يكرهك، خلي اللي بغي يوقف في طريقك قاوم وصده، وقف على رجليك وكافح وغادي توصل. اللي بغى شي حاجة غادي يوصل ليها، سيغتو إلا كانت زوينة ربي غادي يساعدك، وغي يحط يديه فوق يديك، وغي يسهل لك اللي في الأرض، وغي يعاونك الناس، وغي يسر أمرك. الإنسان هو اللي يوقف على رجليه ويكون ناجح في حياته، ويختار طريقه صح ويكمل فيها وما يهتمش بالناس. الحياة فرصة، عيشوها وما تضيعوهاش في الخوى الخاوي وفي التفاهات.